بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبايبي هعمل لكم مكرونة بشاميل. بشاميل بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ومكوناتها بسيطة وطعمتها جميلة جدا. احنا عندنا ايه مكوناتنا؟ عندنا اللحمة المفرومة، عندنا البصل فرمينو، عندنا فلفل احمر رومي فرماه، عندي حوالي 5 طماطميات عصرهم، والدقيق واللبن. كل المكونات موجوده. يعني نروح بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. انا بقول البصل ممكن انا فرماه فرم ناعم، انت ممكن تعمليه حتت صغيره مكعبات، بس انا بفرمه علشان ولادي ما بيحبوش البصل يظهر في الاكل. ممكن تخرطيه حتت، هو والفلفل. نروح بقى على النار نشوف هنعمل ايه حبايبي. يلا احنا كده على النار. انا حاطه هنا شويه معلقه سمنه، وفي حته ليا كنت حل ليه عندي بخرطها حتت صغيره كده، وبسيحها مع السمنه على النار، بتدي طعم جميل قوي قوي في البصل، في اللحمه المفرومه بتدي لها طعم جميل وهي بتتحمر مع البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البصل هنشوحه بس، يعني البصل هيتشوح بس مش هنحمر، وبعدين نحط عليه اللحم. لما يبدأ كده نحط عليه اللحم، واحط عليه التوابل. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ ملح وفلفل وكزبره ناشفه وبابريكا وسن كاري، ونحط ايه كمان؟ الفلفل الاصفر، ملح وفلفل وكزبره ناشفه. الكزبره الناشفه جميله جميله جدا، بتدي طعم جميل في الاكل. عايزه تحطي شويه شطه حطي براحتك، انتي حره، دي الشطه دي اختيار. هنحطها مع البصل اول، بس ما يسخن قوي كده، ويخش في سن التحمير شويه صغيره خالص، يصفر كده. وبعد البطاطس البصل خلاص اتحمر كده حبايبي، دخل في التحمير عون، هنحط عليه التوابل. انا عايزه اقول لكم التوابل لما بتتحط مع البصل وهي بتتحمر بتدي ريحه جميله جميله قوي. هنحط عليها اللحمه المفرومه بقى. انا عامله حوالي كيلو، انا عامله صينيه كبيره شويه، نقعد نتعكي كويس كويس اهو علشان ما تلكعش مني. نحط معاهم فلفل بقى، فلفل احمر، فلفل احمر بيدي طعم جميل جدا جدا يا حبايبي. ولو في اخضر كمان حطش، بس ما تكتريش عشان بيعمل اللون شويه، بيدي لون، انما الاحمر بيخلي شكل اللحمه جميل قوي. نقلب فيها كده حبايبي، وبعدين نسيبها لما تستوي شويه، وبعدين نحط لها الطماطم كده حبايبي. بعد ما عملتها كده نشفت شويه من ميتها، نزود لها بقى الطماطم ونسيبها تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود لها، نسيبها كده لحد ما ايه، لحد ما تنشف خالص بقى كده في الصلصه بتاعتها. انا تبلتها وحطيت لها الملح والتوابل وكل حاجه. نروح بقى نعمل ايه؟ البشاميل. نشوف هنعمله ازاي. نسيبها لحد ما تنشف من ميتها. وجينا هنا حبايبي بقى البشاميل. انا حطيت هنا حوالي 4 معالق سمنه، حطي السمنه اللي انت تحبيه، وحط عليهم حوالي 4 معالق برده كده، 4 أو 5 معالق دي. انا مزوده شويه الكميه علشان انا عامله صينيه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بقى في البشاميل دي بقى انك تحمريها كويس، وتبقى ايه القوام كده، يعني ما تبقاش الجي يبقى كده سايل كده عشان يتحمر كويس. اهم حاجه في البشاميل يا حبايبي تحميصه حلو، خليه لونه ذهبي كده وجميل، وخلي ايدك فيه على طول، ما تشيليش ايدك منه. دي اهم حاجه في البشاميل، البشاميل عشان يطلع منه كويس تسوي دقيق كويس، تحمريه كويس. اللحمه على النار اهي، لازم تتسبك، تنشف الطماطم فيها خالص تبقى جميله. على فكره الطماطم بتدي طعم جميل جدا في اللحمه
الخلطة بتاعت اللحمة بتدي طعم جميل جدا. نركز بقى على البشاميل عشان ما ايه ما يجريش حاجة، ودي بتبقى فيه كده اهون على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، الله المستعان. لونه يبقى ذهبي جميل. ممكن بقى البشاميل اللي بقى تحطي له شوربه بيبقى جميل قوي، لبن او شوربه. انا هعمله باللبن، لو عملتيه بالشوربه بيبقى طعمه جميل، بيديله طعم جميل جدا. اللون الذهبي لازم يبقى ذهبي جميل كده. انا هقفل الكاميرا عشان عشان احط اللبن عشان البخار يطلع على ايديا وانا بصور. اه شايفين يا حبايبي لونه بدا يبقى ذهبي اهو. انا عايزه اللون ده، تحميصه مهم جدا جدا، بيدي طعم جميل في البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم، لونه كده بدا يبقى ذهبي. نحط عليه اللبن بقى ونقلبه كويس، ودي بتبقى فيه على طول برضك. ريحته طالعه جميله، ريحته لما بتحمص كده بتجي ريحه جميله قوي، ده اللي بيخلي طعم البشاميل جميل. كده البشاميل عين بقت جميله، عين جميله. القوام انا عايزه القوام هيبقى كده. انا اقول لكم ان احط نص الكميه دي على المكرونه والنص الثاني اقول لكم هنعمل فيه ايه. يعني هفضي نص الكميه دي على المكرونه كلها، وهقول لكم على النص الثاني هنعمل فيه ايه. ده يا حبايبي كده النص الثاني بتاع البشاميل. لان دلوقتي حطيت النص الاولاني كله اهون في الصينيه. كده حطيت نص البشاميل كله في المكرونه. ده النص التاني هحط فيه ايه بقى؟ ده بيضتين حطيت عليهم فلفل اسمر وشويه ملح كده، هلفهم فيهم. دول الحبه اللي هيتحطوا على الوش. المرحله دي بقى انت تحطي بقى، عايزه تحطي معاهم موتزاريلا حطي. كده نحطها بقى على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بقى نعمل ايه؟ نجيب اللحمه المفرومه نحطها. انا بحطش اللحمه المفرومه نص ونص، انا بحطها على الوش. هوريكوا ازاي. كده حبايبي انا حطيت اللحمه المفرومه كده على الوش، وايه غرزي بيها كده، يعني ايه نزليها كده، حاولي تنزليها تحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى احلى من تعمليها نص ونص، تبقى جميله قوي مع البشاميل اللي يتحط عليها، بتدي طعم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا عامله صينيه كبيره شويه عشان ايه عندنا اعداد زياده النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خليها، حاولي كده تدخليها تحت كده. انا اقول لكم الصلصه بتدي طعم جميل جدا جدا في اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى البشاميل. بس يا جوجو دي حفتي، عندنا النهارده عاملين لنا دوشه في البيت كله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى، نحط البشاميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيه البشاميل جربوا البشاميل بالطريقه دي يا حبايبي، هيبقى طعمه جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نهزها بقى كده اهو، ندخلها الفرن، نحط على وشها شويه زيت، ندخلها الفرن على حراره ايه كويس، يعني 200 وشويه كده في الرف الوسطاني. لما تستوي ممكن تولع عليها الشوايه في الاخر كده تديها وش حلو. استنوني بقى بعد ما تطلع من الفرن يا حبايبي.
وده شكلها النهائي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن، شكلها جميل جدا وتحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. البشاميل كده من غير لا جبن ولا اي حاجه، طعمه جميل جدا جدا بالطريقه اللي احنا تعودنا عليها كلنا. طريقه سهله وبسيطه ولذيذه، ان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لقناه البربيكو حبايبي، وما تنسونيش من صالح دعائكم. مع سلامه الله.